الأصل الأول من أصول المكاسب والمعاملات المحرمة: كل معاملة تضمنت الربا قليلاً أو كثيراً، حالاً أو مآلاً، فهي محرمة. كل معاملة اشتملت وتضمنت على شيء من الربا، قليلاً كانت نسبة الربا أو كثيرة، حالاً كان الربا أو آجلاً، فإننا نجزم مباشرةً بأن هذه المعاملة محرمة أيًا كان اسمها المعاصر، فوائد بنكية، فوائد استثمارية، فمهما سموها ما سموها، فإن العبرة بالحقائق والمضمون لا بمجرد الأسماء والشعارات. لا يغرنكم الأسماء، فإنهم سموا الخمر أم الخبائث وأم عفوا سموا الخمر أم الأرواح، وهي في حقيقتها أم الخبائث. فإذن المسميات ما تغير حكم الشرع، وإنما العبرة بالحقائق والمضمون. ودليل هذه القاعدة جميع الأدلة من الكتاب والسنة المحرمة للربا، فإن تحريم الربا ورد مطلقاً، فجميع ما يدخله الربا من المعاملات فإنه لا يقع إلا حراماً. ولا تغرنكم بعض الفتاوى هدى الله أصحابها في تجويز بعض المعاملات إذا كانت نسبة الربا فيها 5% أو 10%، هذا استثناء وتخصيص وتقييد لا دليل عليه، لأن الأصل هو بقاء الإطلاق على إطلاقه حتى يرد المقيد، وبقاء العموم على عمومه حتى يرد المخصص. ولا حق لك أن ترحم الناس بتجويز بعض المعاملات التي فيها ربا رحمة بالناس ومراعاة لواقعهم وظروف حياتهم، هذا لا شأن لك، الله أعلم بهم، الله أبصر بعباده، الله أعلم بما يصلحهم، لا شأن لك إلا متابعة الشرع فقط، وأن تفتي الناس بما أوجبه الشرع. قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي ولو كان قليلا، وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم أكل الربا من الموبقات، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ فعدهن وذكر منهن وأكل الربا. بل إن الأدلة الكثيرة وردت بلعن جميع من يتعلق بهذه المعاملة، آكلاً ومؤكلاً وكاتباً وشاهداً، كلهم ملعونون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ففي صحيح الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم آكل الربا وهو الدائن، ومؤكله وهو المدين، وكاتبه وشاهديه. جميع من يساعد على إتمام هذا العقد فإنه ملعون بلعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذا ملعون فاعله، فليس قضية حرام، بل هو حرام وكبيرة من كبائر الذنوب. بل أجمع علماء الإسلام على أن من اعتقد حل الربا بلا تأويل ولا شبهة فإنه كافر، لأنه يعتقد تحليل المحرم من الدين بالضرورة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الربا 73 باباً، أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. رواه الحاكم وقال صحيح على شرط البخاري ومسلم، وحسنه الإمام الألباني رحمه الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً: قال: لدرهم رباً يأكله ابن آدم وهو يعلم أعظم عند الله من 36 زنية. حديث حسن، حسنه الإمام الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. درهم ربا، فهذا دليل على أن الربا قليله حرام ككثيره، فلا يستثنى منه شيء من الأشياء مطلقة. وقد أجمع العلماء على حرمة عقود الربا في الجملة، ولكنهم يختلفون في بعض المعاملات هل تدخل في اسم الربا أو لا تدخل، وعلى ذلك جمل من الفروع.